مرسي بلا الغش مرسي. هلا شلونكم شو اخباركم؟ اليوم راح نسوي تحدي. شو اسم التحدي؟ طبعا تكملت اخر حرف من الجمله القصه. اسم التحدي اطول من حياتي. اوكي فش اسمه راح نسوي تحدي انا ويا روان اسمي. اوكي روان عشان ما تعصب راح نسوي تحدي انا وحنانو. حنان اوكي انزين فعندنا الحين كاتشب مو عقاب طبعا بعد اللي صار لا مو عقاب نحسب فيه النقاط. اي طبعا عندنا مال القهوه اذا خلص مال القهوه بالكاتشب. اي خلص يعني احنا ما حاطين احتمالات هذا خلص كاتشب زين. وعندنا تايمر 5 ثواني يعني انا مثلا قلت اول جمله انا بديتها عندها 5 ثواني تالف الجمله ما قعد 5 ثواني خلاص انا اخذ نقطه والنقطه بمال القهوه او بالكاتشب زين. فالحين نبي نبدا اول قصه طبعا حنان الذكيه والقويه تبي تبدا لازم عشان الف قصه اول شيء اي شنو القصه اللي منو يبدا طبعا انا الاكبر انا الاحلى ما اخري نزلي ريدك انا شنو ما اقول شنو بتقولين؟ أنا لا أنا خلاص خلاص يلا. أنا ما يشوف أنا خلاص لا أنا ما يشوف لا أنا 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 بألف مو كيف أجل. راح ألف أنا أسرع. أنا أول أنا أنا أسرع بس أنا أكبر أنا الأكبر أنا أطول أنا الأكبر ما لي شغل طول ما لي شغل طول وي أوكي شو اسمه أنا مؤلفة نط شنو نط اوكي انا يلا نط واحد من السور روان اختي حلوه اوكي لازم تشيل شلون دقيقه شلون اوكي ما يصير لازم تكملين القصه عرفتي مو روان اختي حلوه ما ادري نقطة حقي قلت لك حلوة يا الظالمة يا روحي اوكي بمشيها خنعيد يلا بدي انت نطة البطة الحمراء ما اشوف انا بس الوقت خمسة ما شفت الوقت ما شفت الوقت قاعد تسوي كذي ايش فيك انت انا بشوف الوقت مو هما الصبر ايش سوينا؟ ما تعرف اوكي انا حد ان انت خليتيني نطت هي ما لا راح ابدا ما لي شغل شنو مرة عندنا الحين يلا شنو لوحة الرسام فنانة فنانة هناك في المتحف وي متحف فا حرف الفا ابدي حرف الفا في صورة المرأة صورة المرأة بس ابدي هم صورة المرأة حلوة ها مش فينا عليها يلا صاخين عدول نايم خسرت ما اعرف شنو اقول المهم الحين يلا نقطة حق حنان راح نعيد المفروض نقطة حقي بعد مفروض نقطة حقي بعد مالي شغل نو نحسب نقطة حقي نو اوكي ابدأي الحين انت يلا ابدأ رحت ايكيا وشريتها بجارة كحلية يلا هم من القنفة حلوة هناك حلوة هم الكرفاية حلوة كآخر حرف كان كاف هم الغرفة حلوة هناك يحبوني غرفة اوكي لا حلوة هناك الكرفاية بعد حلوة
اوكي الحين منو يالف انا هي الكمبل صب عليه عصير وي روان الحلوه صبته مو قادر افكر ما عندي لا تطلعين تفكرين هم بوب وكب مره ثانيه العصير رافال بنت خالة روان كبتها معه منو رافال ما ادري منو اللي صدق كبه كبه هم انا كبيته معه معهم مره واحده بس كبتها بس اوكي ها دقيقة شنو ها شنو ها شنو ها مرة واحدة بس كبتها ها يلا همن بعدين أمي يد زفتنا كلنا كلنا أرضية البيت توسخت توسخت من العصير لا قلت توسخت من العصير صح روان شافته وقالت ان بوب اللي كبه كب يلا كبها كب اوكي بوبو نفى كبها ليش يلا لا ما لي شغل لازم نقول شنو الحرف لان روان كب كبه ما كبه انا قلت كبه لا قلت انا قلت كب اول شيء كانت تقولين اي بلي لا قلت كب سمعتها كبه انا قلت لازم تقول كبه هي قالت كب مو كبه يلا الحين انا الف قصه ولا انت السواق ما يعرف يسوق قوه السياره ما يصير لا 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 قلت جملة ما يشغل شنو قوة السيارة يعني داخل السيارة ما يعرف يسوق لا ما يصير حبيبتي ما يصير يا حبيبتي يلا الحين انت يا الفي قصة ام روان زفتها عشان مو منظف غرفتها الف صح ارضيتها بعد موسخة ترى قعدت موسخة اي حرف دقيقة موسخة ها هم ان حناء غرفتها وسخة وامها زفتها الف ابي جارتها بعد وسختها وسختها ها حرف الاء ابي لا ستارة حرام شنو طبعا قالي نقطة ولا قولي ما شاء الله قبل ما نبدأ التحدي قالت روان ما تعرف تألف طلع منه ما يعرف يألف يلا انتي ألفي نبي يعني غير عن وصخت كبل وكبل ما شنو خلاص يعني نظارة أبوي انكسرت شنو دقيقة شنو لا يبات غش ما ليش شغل تدري شنو أنا قلت تاء كانت تقول تاء ما فهيتها يعني ليش فهيتي لا أوكي بطوفها دقيقة عشان تي ما تيجي لوحدها انكسرت صح تكسرت بالمطبخ شلون كذي انكسرت يعني تستعبطين بلا انكسرت بالمطبخ يلا وي صح ما يصير لا ما يصير امبلا ما يصير انت قلتي نظارة ابوي انكسرت بالمطبخ هي المفروض انكسرت بالمطبخ يعني هي الجملة لا عادي يلا مطبخ حرف الخاء وي اوكي لا تبي تفوز لا يلا خاء صعب
اوكي باقي اثنين وصل لها. الحين راح نبدا بالكاتشب. يلا الشمعة طاحت وحرقت بيتنا. الو عطيت نفسي عين قلت انا عطيت نفسي عين قلت ان انا عارفه الا فيها ما تعرف. كان الحين انا وقف مخي خلاص قال خلاص تعيبين على الناس خلاص ما يصير. يلا دورك. كنتاكي وصل متاخر. اخر روان كلته كله. يلا هم من الدي اي بارد بارد الحين انا عندي 5 نقاط نقاط. بل عليك بل عليك ما شاء الله ما شاء الله ترى عينها حارة. يلا انا عيني حارة انا عيني حارة يعني انا بريئة يعني انا بريئة انا عيني حارة حارة اثر في شطارتي. اوكي يلا الفي روان بيبي اكلت كنتاكي وسخت نفسها. الصج حيوان هي اللي وسخت نفسها. نفسها شنو نفسها الف. يا ورتي قاعد اقول لك انه الف عشان ما اغش يعني كبرياء انا ما يسمح لي اغش. انا شفت عدول بعد يوسخ نفسه. التحدي كله وسخ 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 وسخ. نفسها هم من بوبو وسخ نفسه. دقيقة نفسها نفسه اي يلا هم فرح وسخت نفسها بالحليب والكتاك. يا بينا يا بينا ها هم خدامتنا هم يعني وسخت نفسها. نفسها بس خلاص الف هم انا شفت خدامتنا ننظف الوسخ علينا امي دش كانت زفنا كلنا كلنا يلا الف وابوي بعد دش وزفنا انطقينا كلنا الف يلا وامي زادت الطين بله بدت امي بدت امي لا قلت امي قلت امي قالت امي عيد عيد قلت امي صح قالت امي شوف عيد الفيديو قلت امي وامي زادت الطين بله وامي لا امي وامي قلت امي ماي شغل قلت امي ماي شغل قلت امي صح قلت امي قلت امي والله قالت وامي ما يصير فيها الغش مو عصرتها قلت امي والله قلت اي وامي والله قلت اي وامي والله والله الحين خلصنا الفيديو بس في عقاب حق الحايز الفايز لا مو بكيفك. طبعا لا انا ولا روان بكيفنا راح اسوي عقاب. امي راح تسوي العقاب اللي طقتنا كلنا مع امي عقاباتها. الحمد لله اني انا الفايزه صراحه. عقاباتها الله يستر. خلاص امي راح تقول العقاب وان شاء الله انا بنتها الحنونه الطيبه حبيبه قلبها معاها 11 سنه مدري 12 سنه امك يعني تملش 11 سنه راح تكون حنينه معاي ست الحبايب راح تكون صح؟ لا لما تجي قولي لي اوكي؟ اوكي يعني ما تسويني شيء. يلا خلنا نديها عشان تقولين العقاب. الحين ست الحبايب اللي راح شوي شوي علي صح؟ انتي الخسرانة ها؟ اي والله العقاب شوي. ما بقي اعترف لا انا فايزة. روحي طيب يلا. ايه روان فايزة. هاي انا كان انا بعد عندي الفرق. زين يلا هقول لكم العقاب. يلا روان اخذي المقص. قص شعرها؟ قص قواجبها؟ تاخذين خصلة من شعرها وتقصينها. لا مو كثر عاد اقل يما ناخذ من جدام شعري تأثر من جدام عشان لما يشوفون الناس يصيروا طويل. يما هذا عقاب بس عاد يعني كذي لازم نسبارك بالله عشان يطول شعرها. يعني لازم يبين مرقع. لا يعني فوق هذا اي كذي هالكثر. لا يلا شعر يطول روان ايش رايك في العقاب عجيب
كله بسوي شعري كيرلي عشان ما يبين. يلا قصي لها خصلة. ما ابي هذه، ابي القدام فتشي شعري. لا يمو يلا فتشي شعري يمو، روح الغيرة تاخذ مني. فتشي شعري، فتشي شعرك، روح رياضية. يلا مستعدين؟ مستعدة. بس انا ابي اصور بشعري طويل. شعرك طويل بس هذا؟ اي ما راح يبين. الحمد لله ربك انا رأيت بحالك. يلا مهني فوق بس. اي كذي ما يقص. لا روان ما خلاص خلاص بيدك مقص، بيدك مقص. حاشته بكتيريا وخري. شوف الشارع ترى الحين مو شايفه شكلي، ابي ابكي ابي ابكي الحين مو شايفه شكلي. تبي لها حواجبها بعد صح؟ رموشك بعد صح؟ الا رموشي خشمك بعد. تعودت ما تستحي. باي ما شوي انت قاعده تمسكين لي مو وين اللي يصير؟ تمسكي لي مقصية يما. انهي الفلوك خليه بشكلي. مو فلوك تحدي. مات عليك يلا. عليك وعلى شكلك. المهم الحين خلصنا التحدي. اللي قصت في شعري. والله ارتحت نفسيا صراحة. المهم الحين خلصنا. يما بنتك شعر بنتك شلون؟ حط لك خلطات توديك صالون خالتك وتحطين. انا بعد والله والله قطعي. يلا الحين خلصنا التحدي. اي خلصنا التحدي. لا تنسون اللايك والسبسكرايب. احنا التعليقات عندنا مسكره، فقبل ما ننزل كل فيديو ننزل بوست. اي تعليق تبون تكتبونه روحوا نزلوه، روحوا نزلوه، روحوا كتبوه بالبوست. الحين نفهم مع شعري الحلو. اوكي روحوا كتبوه بالبوست، والبوست موجود باليوتيوب، وتضغطون زر الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو ننزله. خوي نفسي طبعا. لا نفسي طبعا. شوفوا انا حليت التحدي وقصيت شعري. وشعري المسكين ان شاء الله يطول، بس راح يطول. و باي.